وحشتوني جدا. اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. الحقيقه انا متحمسه جدا عشان اتكلم معاكم عن حلقه النهارده. اولا النهارده هنطرح طريقه رائعه وجميله جدا في تطويل الشعر، تنفع للولاد والبنات، مش مكلفه خالص. انت يعني من غير تكاليف هتلاقي شعرك طول تقريبا، ممكن نوصل 5 سنتي في الاسبوع. حتى انه في ناس كان عندها بدايات صلع وراسي، والموضوع ده لما استخدموه ابتدى ياخر شويه من عمليه الصلع، مش هقول يلغيه يعني، بس ابتدى ياخر شويه. فهي طريقه حلوه جدا ومهمه جدا، فمحتاجين ورقه وقلم وكوبايه شاي المتينه كده، ويلا نبدا الحلقه. حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تنزلوا تحت وتعملوا سبسكرايب في القناه، وشايفين الجرس اللي جنب السبسكرايب فعلوه لغايه لما يظهر فوقيه خطين علشان تسهركوا كل الفيديوهات اللي انا بعملها اول باول. الطريقه اللي هكلمكم عنها النهارده طريقه مشهوره جدا، اسمها الطريقه المعكوسه او الطريقه الانعكاسيه او الانفيرجن ميثود. تعالوا بقى النهارده نتكلم عن التركه بتاعه الانفيرجن ميثود وليه هي طريقه مهمه جدا. طريقه الانفيرجن ميثود مهمه جدا جدا، ليه بقى؟ لانها بتزود تدفق الدم لبصيلات الشعر، وطبعا زي ما انتم عارفين من اسباب تساقط الشعر بشكل كبير انه ساعات الدم مش بيوصل لفروه الراس ومش بيغذي البصيلات، وبالتالي بتلاقوا الشعر ابتدى يقع كتل كتل، لانه طبعا مفيش دم واصل، وحتى مهما نستخدم حاجات برده مش لاقيين نتيجه. الطريقه دي بتساعد اولا ان هي تطول الشعر، تاني حاجه حتى لو بتستخدموا ادويه او اي حاجه هتلاقوا انه في نتيجه افضل بكتير. تعالوا بقى نبدا نتكلم عن الخطوات اللي هنعملها النهارده، هم عباره عن 10 خطوات مهمين جدا جدا علشان نحقق اعلى فايده من الطريقه دي، ونشوف زياده طول الشعر اللي بتوصل تقريبا ل 5 سم في الاسبوع. اول حاجه ان احنا هندور على زيت الشعر نستخدمه في الطريقة دي، ويكون زيت موجود عندك في البيت، مش شرط تشتري يعني زيت مخصوص. طيب بالنسبة لأنواع الزيت، ممكن مثلا نستخدم زيت زيتون أو زيت جرجير أو زيت خروع أو زيت جوز هند أو زيت بذور العنب. أي زيت في الزيوت دي هيكون مهم جدا وهيكون مفيد برضو للشعر، لكن زي ما بقول لكم لو عندكم أي زيت بتستخدموه أصلا مفيش أي مشكلة، لأن احنا بنقول في النهاية إن الطريقة دي مش مكلفة نهائيا. نيجي لتاني خطوة مهمة جدا جدا، وهي خطوة تسخين الزيت. خدوا بالكم علشان في ناس كتير بتعمل الموضوع ده بشكل غلط تماما. انا مش عايزة اسخن الزيت بشكل مباشر على النار، ليه؟ لان لما بسخنه بشكل مباشر على النار بيبقى زيت سخن قوي، ولما ببدأ احطه على الفروة يعني بيحصل احتباس للدم في فروة الراس، وممكن لا قدر الله يحصل حروق شديدة في الفروة. فانا مش عايزة اعمل كده، انا كل اللي عايزة اعمله ان انا اخد زيت دافي. طيب يا دكتورة هعمل ازاي الموضوع ده؟ هقول لكم بالظبط. هتاخدوا من 3 ل 4 ملاعق كبيره من الزيت اللي احنا هنستخدمه، او بما يعادل من 44 ل 59 ملي، وهنحطهم في ازازه كده ونقفل عليهم كويس، وبعدين خلاص بقى هنسيبهم على جنب، ونروح بقى لطاسه عندنا صغيره في البيت وهنحط فيها من 2 ل 3 كوبايات ميه، واسخنهم لغايه الغليان. اول ما يحصل غليان للميه هطفي النار واسحب الميه دي واحطها في مكان تاني، تمام؟ لغايه لما الميه تبقى ايه، مش بتفقفق كده، تهدى الميه، احط فيها ازازه الزيت لمده دقيقه واحده بس واسحبها بعدين. نيجي بقى لتالت خطوه مهمه جدا، وهي الخطوه اللي هحط فيها الزيت على الشعر. دلوقتي الزيت الدافي اللي عندي هبدا احطه على فروه الراس، وخلوا بالكم احطه الاول على الاماكن اللي فيه تساقط فيها، يعني لو انت مثلا شعرك فيه حتت فاضيه شويه فيه، هتبداي تحطي الزيت في الاول على المناطق دي وبعدين تحطيه على باقي المناطق. المهم انك تغطي في النهايه الفروه كلها بطبقه خفيفه من الزيت. انا مش عايزه اكب زيت زيت زيت، مش هعمل كيكه، انا عايزه بس اغطي الفروه كلها بطبقه خفيفه من الزيت. في ناس دلوقتي بتطلع من الفيديو، يا جماعة استنوا، احنا كل ده بنسخن، الطريقة المهمة كلها جاية ورا. رابع خطوة بقى مهمة جدا، وهي تمشيط الشعر. هنجيب مشط يكون مشط واسع وما يكونش بلاستيك، يفضل ان هو يكون خشب، وابدأ بقى اسرح شعري كله بعد ما انا حطيت الزيت. خدوا بالكم انه الناس اللي شعرها شوية يعني خشن او مجعد بلاش يعملوا الموضوع ده، لانه ده ممكن يوقع شعر كتير، لكن الناس اللي شعرها معتدل او شعر ناعم، او انت هتعرفي تعملي كده من غير ما شعرك يقع وبالراحة، تمام. خامس خطوة مهمة جدا، وهي بقى ان احنا هنبدأ نعمل عملية التدليك. دلوقتي خلاص احنا حطينا الزيت على شعرنا وسرحناه، تمام، الفروة كلها بقت متشبعة بالزيت. هنبدأ بقى بأطراف صوابعنا،
مش بالضوافر، خدوا بالكم شغل الضوافر ده هيجرح الراس، لا باطراف الصوابع هتحطوها كده على شعركم ونبدا ندلك في عقارب الساعه وبعدين عكس عقارب الساعه، يعني شويه كده مع العقارب وعكس العقارب. هنعمل الحكايه دي لمده بالظبط 4 دقائق، 4 دقائق تدليك مع عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة. سادس خطوة بقى مهمة جدا، وهي اللي على أساسها اتسمت الطريقة كلها بالطريقة المعكوسة أو الطريقة الانعكاسية أو بالإنفيرجن ميثود. الطريقة دي عبارة عن إن إحنا هنقلب شعرنا كله لقدام، لا لا مش زي الطريقة المخيفة اللي ظهرت دي، زي الشكل ده بالظبط هنعكس شعرنا كله. طبعا بالنسبه للبنات والستات ما تعملوش كده، يعني وحد داخل مثلا جوزك انت لو مستنياه راجع وشافك بالمنظر ده هيتسرع، ونبقى بدل ما طولنا يعني بدل ما انت طولتي شعرك هتحصل عاهات مستديمه لكل اللي في البيت. فحاولي تعمليه كده في اوضه يعني وحدك، او تبقي مثلا قايله له انا هعمل طريقه انعكاسيه هتلاقي شعري مقلوب عشان القلق والكلام اللي زي كده. تمام، يبقى هنعمل الطريقه دي دلوقتي، احنا خلاص دلكنا بعدين هنقلب شعرنا وهنستنى على الوضع اللي احنا فيه ده 4 دقائق. طيب بعد ما عملنا كده بقى نيجي لسابع حاجه مهمه جدا، وهي ان احنا هنرجع بقى نرجع لوضعنا الطبيعي، خلاص نرفع راسنا. خدوا بالكم في ناس بتعمل الحركه دي بسرعه، الحركه دي لو عملتوها بسرعه ممكن يحصل لا قدر الله يعني اغماء او دوار او دوخه شديده، فاحنا عايزين نعمل كده الحاجه دي بالراحه خالص نرفع راسنا. ونيجي بقى نقطة مهمة جدا، انه الطريقة دي ما تنفعش مع ناس معينة وهم الناس اللي بيعانوا من الامراض دي. اول حاجة الناس اللي بتعاني من ضغط دم مرتفع او منخفض، كمان الناس اللي عندها يعني انفصال في شبكية العين، ده غير الناس اللي عندهم فتق، او مثلا لو في سيدة حامل، او في حد عنده التهاب في الاذن الوسطى، او في حد عنده مرض في القلب، ده غير طبعا الناس اللي عندهم اي اصابة في العمود الفقري واللي بتصعب عليهم حركة ان هم يوطوا ويرجعوا. كل الناس اللي انا ذكرتهم يفضل بلاش ان احنا نستخدم الطريقة دي، لان ممكن تزود الاصابة او يعني تعمل مشاكل او مضاعفات احنا مش حابينها. خلاص يا جماعة هانت، انا حاسة بيكم، باقي بس 3 خطوات علشان نخلص الطريقة دي كلها. نيجي بقى للخطوة رقم 8. الخطوة رقم 8 ان احنا هنجيب كيس بلاستيك وهنغطي بيه شعرنا لمدة من ساعة لساعتين قبل ما نغسله. يعني هنجيب الكيس ده ونغطي شعرنا من ساعة لساعتين. خدوا بالكم ان في ناس كتير لما بتيجي تتكلم على الطريقة دي بتقولك مثلا سيبي شعرك الليل كله، او سيبي شعرك مثلا يعني 8 ساعات، بيضربوا عدد ساعات كبير. يعني الحقيقة انا مش بنصح بالموضوع ده، لانه لما تطولي فترة الزيت على شعرك ممكن يعمل انسداد تام لبصيلات الشعر، وبدل ما هينمو جديد هيوقف النمو بشكل نهائي. نيجي بقى لتاسع خطوة وهي مهمة قوي، وهي ان احنا هنغسل شعرنا بقى، اللي هي اخيرا هنغسل شعرنا بقى ونخلص الطريقة دي كلها. بس خدوا بالكم في حاجة مهمة جدا جدا، انه اولا لازم ان انت لما تيجي تغسلي شعرك او انت تغسل شعرك تتأكدوا بشكل كبير قوي انه خلاص انتوا تخلصتوا من الزيت كله، احنا مش عايزين اي زيت يفضل في الشعر بعد الغسيل. فاهم حاجة تتأكدي ان انت بتتخلصي من الزيت كله، ممكن تغسليه عادي بالمية بس، او لو عايزة تستخدمي الشامبو وهتستخدمي شامبو تتاكدي انه البي اتش بتاعه يكون اقل من 7، وان شاء الله اعمل لكم حلقه كامله نتكلم فيها عن الشامبوهات. او مثلا لو انت عندك شامبو خلاص انت بتستخدميه، تاكدي انك تستخدميه بس مرتين او 3 مرات في الاسبوع كله، لكن باقي المرات تستخدمي ميه بشكل عادي. نيجي بقى لاخر نصيحه مهمه جدا جدا، وهي انه الطريقه دي بنستخدمها لمده 7 ايام متتاليه كل شهر. ليه؟ طيب ممكن حد يقولي ما هي الطريقة كويسة، طب ما استخدمها كل يوم ليه انا بس بستخدمها 7 ايام. اول حاجة لو استخدمناها على طول على طول يعني للشهور متتالية هيحصل حاجات كتير، من اهمهم اول حاجة ان الشعر هيبقى زيتي جدا جدا، تاني حاجة ان هو هيسد بصيلات الشعر، تالت حاجة ان هو هيوقف نمو الشعر. ليه؟ لان الشعر مش هينمو غير بالطريقة دي، لو اخدتيه على كده مش هيطلع غير بالطريقة دي. لا انا بس عايزة حاجة كده اللي هو ايه، افوقه واقول له لا ده انت هو انا جايبة لك بقى تدفق دموي اطول، وخليك كويس واستجيب لباقي العلاجات وخليك شكلك صحي وكده. فالمهم قوي ان انت ما تكرريش اكتر من 7 ايام كل شهر، وده هيبقى كفايه جدا وهيبقى كويس جدا. في حاجه مهمه جدا، ان الطريقه دي ساعات مع ناس بتزود 5 سم في الاسبوع، في ناس استجابتهم بتبقى اقل شويه او مش بيلتزم بكل حاجه فبيطول 4 سم في الاسبوع، كمان في ناس ممكن يبقى 2 او 1.5 سم في الاسبوع. بس في كل الاحوال هي طريقه ممتازه قوي علشان فروه الراس، بتزود تدفق الدم، وبالتالي هي طريقه بسيطه وكويسه، وحتى اي علاج بعدين هتستخدمه
هتستخدميه او اي لوشن هتدهني بيه شعرك هيجيب تاثير افضل، لاني الفروه بتبقى صحيه بشكل اكبر بكتير. فيعني اعتبرها من اهم 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 طرق تطويل الشعر، واللي لازم على الاقل نستخدمها يعني حتى 3-4 مرات كل سنه، لانها هتفرق معانا جدا. اتمنى في نهايه الحلقه انها تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. لو عندكم اي سؤال يا جماعه بخصوص الحلقه دي او اي حلقه فاتت سيبوهولي تحت الكومنتات، وانا هحاول اجاوب على كل اسئلتكم. واشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. باي باي.